<applause> هابي نيو يير سنه مجيده لكم جميعا واللي ايضا لاول مره كل عيد وانتم بألف خير ميلاد مجيد وعام سعيد لنا جميعا بالفات يسوع له المجد الى ابد الابدين احبائي رح نشكر الرب انه بيجمعنا باول يوم من السنه واذا الرب قدس البدايه فإلى النهايه هو امين بان يقدس الى التمام بالمسيح يسوع واتينا لكي أه طامعين بالبركة بأول يوم طالبين بركة وقلوبنا كلياتنا إدراك لمدى احتياجنا وعمق احتياجنا لبركة لافتقاد لنعمة غنية لغفران لتجديد لشفاء ولتحرير لتغيير ولتوفيق لنجاح بهالأيام الجاية سيما أنه تألمنا من أحداث عديدة بالماضي وإن كان في بركات عديدة أيضاً، لكن نقف في أعتاب السنة الجديدة، لكي نقول للرب يا رب ما إلنا غيرك، ومن البداية نحن بنطلبك وللنهاية ما إلنا إلا رجاء، رجاء إلا فيك. فنشكر رب اللي جمعنا، وأنا واثق من أنه هو قريب من الذين يدعونه. آمين. هو قريب منك ومن بيتك ومن عائلتك ومن عائلتك. ويفيد علينا جميعا بالجود والبركه، فكل عام وانتم بألف خير. أه بشكر رب من أجل كل شيء صار وعم بيصير، الأشخاص العوائل اللي تغيرت حياتهم، أنا فخور بعمل الرب بحياتنا. أنا بدعوكم جميعا إخوتي بأنه الله غني بمواهبه وشهوة قلبه بأنه يجي ويعمل شيء يغير حياتك وحياتك فيه. إن كنت بهالكنيسة وصار لك زمان أو فترة معينة وعم تسمع وما لقيت نفسك بتختلف عن الماضي معناتها قلبك بعده مقفل وعيونك بعدها مغمضة ما ممكن أنه الله يدخل لحياتك وتبقى على وضعة مثل ما كانت سابقا إذا دخل المسيح لقلبك مثل ما قال مربولوس الذين هم في المسيح يسوع هم خليقة جديدة الأمور العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا لابد أنه الله يغير بأفكارك يغير بسلوكك يغير بشهوة قلبك يغير بأولوياتك وبأولوياتك إذا هالشي ما تم اليوم هو اليوم المقبول إنك تقول له يا رب كل شيء زائل كل شيء فاني ما في غيرك أنت ثابت من أجل اسمك افتقدني انت شلني حررني وافتح عيوني متعني بتحرير أمور غريبة بتحصل سمعنا عن أحداث مؤلمة وحدحنا سمعنا أيضا عن أخبار حلوة سمعنا عن أخطار بتهدد حياة كتيرين وعن سوريا المتألمة والعراق ومصر والعالم المسيحي المضطهد بأماكن عديدة في عالم مليء بالأسى ومليء بالأتعاب يمكن ما بعرف إذا كنتوا عم تسمعوا اللي أنا بسمعه مين ما تحكي معهم وتعايدهم بكل مكان في شيء من الإحباط بلبنان ولا بسوريا ولا باي بلد اخر بهون بامريكا وكندا بتحكي الناس بيقول لك ما فيش فرحه العيد أه ما في هيك في حزن في في تعب نفسي في ضغوط بالحياه في هموم في خوف في الم ناس مش مبسوطه مش فرحانه بهالدنيا وربنا عم بيكلمنا من خلال الاحداث المتالم والمضطهد والمحارب بسوريا وبغير اراضي وبهالبلاد اليائس والمحبط حيث ما في حرب يوجد محاربات أخرى عديدة لأنه إبليس نحن لا نجهل طرقه قادر بأنه دايما يلاقي طريقة أنه يوصل لنا بشوف بأنه it is common بكل العالم في ألم لكن من أجل هالشيء أتى الرب يسوع أتى من أجل النفوس اللي هي متألمة من أجل بأنه يرفع ألامة على الصليب ويمنحها السعادة والحرية العالم بأكمله محتاج ومتعطش للرب يسوع لكن بيجهلوا وبعدهم مثل ما قال إرميا ينقرون لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط مياه لذا يقول شعبي قد صنع شرين تركوني أنا الماء الحي وراحوا يحفروا أبار اللي ما بتضبط الماء قد ما حفروا فيها المياه بتتسرب منها وبتروح لا تستطيع أن تضبط مياه وحده يسوع القادر أنه يروي الناس العطشانة اليوم أحبائي تأملنا عادة من إنجيل لوقا بالاصح أربعة باليوم الأول من السنة واللي فيه يسوع للمرة الأولى يقف في مدينة الناصرة حيث كان قد تربى وبعد خدمة سنة ونص تقريبا بالجليل عاد يسوع إلى الناصرة قريته هناك دخل المجمع كعادته لكن دخل أول مرة ليعلن عن رسالته وأعلن فيها بنبوة تمت من أو بالأحرى أعلنت بفم إشعياء صح 61 بنروح الرب علي لانه مسحني لأبشر المساكين أرسلا لاشفي المنكسري القلوب لأنادي للمأسورين بالاطلاق للعمي بالبصر وارسل المنسحقين في الحريه واكرز بسنه الرب المقبوله ثم طوى السفر وسلمه للخادم وجلس وجميع اللي بالمجمع كانت عيونهم عم على له وابتدا يقول يسوع اليوم تم هالمكتوب في مسامعكم. الكلمه اللي اليوم نقف امامها لنتامل فيها هي رساله يسوع والدعوه اللي دعي والمسحه اللي مسح فيها بروح الله القدوس كما تنبا عنه اشعياء. واللي فيها يتحدث عن شو عمله بحياتنا، شو دوره بحياتك وبحياتي، حتى نقدر نميز الرساله ونميز الاحتياج اللي بداخلنا. عبر الميثولوجيا والاساطير اللي نشات من ايام الميثولوجيا اليونانيه وغيرها عبر الازمان ولغايه لغايه اليوم لا تزال يعبر عنها مثلا بالافلام مثل لورد اوف ذا رينج ميبي الاوز اوف مدري شو اسمها uh, وهالموفيز اللي بتشوفوا فيها شخصيات خرافيه ومملكه كان مسيطر عليها الظلام وبعدين في امل بانه رح يولد ولد وهالولد بيروح بيتخبى بمكان معين لحد ما يكبر ويتقوى بعدين بيرجع للمملكه تبعه وبيعمل حرب وناس وبي بيوقفوا معه وبيعمل حرب مع السلطان الظلمي وبيطردوا وبتعود المملكه لفرح ولسلام والى اخره هل معبر عنها باساليب عديده لكن هي نابعه عن احتياج ونابعة عن اختبار الإنسان لطبيعة الألام والظلمة اللي عم بعيش فيها اللي فيها ينظر بالفكر وبعين العقل لبصيص من النور ومن الرجاء حتى يقدر يشفي غليله ويجب ويجد معنى لوجوده ميثولوجيا وبل ديانات أخرى عبرت عن هالحاجة مكتوب بالكتاب المقدس انه الرب جعل الازليه في داخلهم. لكن الفرق بينه وبين ايماننا المسيحي بانه اللي كتبوا ما كانوا اصحاب ميثولوجيا ولا كاتبي روايه او اسطوره او قصه انما كان في صوت من السماء وحي اعلن بفم الانبياء قال الرسول بطرس بسفر الأعمال إنه يسوع الذي من الناصرة بالإصحاح عشرة لأرسل ليبشر بالسلام هو رب الكل بيقول تعلمون هذا الأمر الذي صار بالعدد 37 في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه ونحن شهود بكل ما فعل بيرجع بيقول بعد بالعدد 43 قبل 42 أوصانا أنه نبشر فيه واللي هو ديان للأحياء والأموات يقول له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه أي باسم يسوع غفران الخطايا نحن ما كان في ميثولوجيا تعبر إنما كان في صوت من السماء نازل وشهد عنا جميع الأنبياء من بدء التدوين الوحي المقدس من أول ما بدأ حتى موسى يتكلم يمكن 1700 سنة 1400 سنة قبل الميلاد ولغاية يمكن النبوات اللي كانت بالأخير لمدة 900 سنة تقريبا كان في وحي عم يتواصل من جيل لجيل والكل له نفس الرسالة رغم أنه كتبوا من مختلف الأزمان من مختلف الأماكن ومختلف الأشخاص لكن جميعهم شهدوا لشخص واحد رح يجي لكن مش انولد بقرية معينة وما له أصل إنما مخارجه منذ الأزل منذ أيام منذ الأزل منذ أيام الدهر من البداية هو أزلي سرمدي واجب الوجود هو ما بداية لإجا من أجل خلاص العالم وإجا حتى يشرق بنوره على عالم مليء بالظلمة ماربولوس بيقول بأنه الخليقة بأكملها تتمخض فيما بينها متوقعة التبني الخليقة بأكمله بيقول عالم بأكمله قد وضع بالشرير يمكن يوحنا بعبارات مختلفة بيعبر الكتاب المقدس عن واقع العالم المأثوي حيث الحروب الأمراض الألم الدقات لكن بالنسبة لأن هي منا ميثولوجيا بنعبر عنها عن أشواق قلوبنا فقط لكن هي حقيقة في عالمنا اللي بنعيش فيه يعبر بعض اللاهوتيين بانه يشبه صندوق اللي كتبوا من داخل هالعالم عن الله وعن هالاحتياج الموجود في داخلهم سواء كانوا ديانات اخرى ليس موحى بها من الله مثل بوذية وغيرها وزردشتية وكل الاديان وسواء كان من الميثولوجيا الاساطير اللي بفكر الشعوب في مختلف دول عبر مختلف الازمان انما هي محاوله من داخل الصندوق ان يجعلوا ثقب في زاويه من زوايا الصندوق لينظروا الى اللامتناهي الى الله اللي مالئ الكون وعبروا بطريقتهم في شيء من الحقيقه باللي كتبوه بالميثولوجيا. ونحن لازم نعرف بانه اذا ذكر شيء بميثولوجيا هذا ما بيعني انه الكتاب المقدس ولد من الميثولوجيا لا الكتاب المقدس بيقول كل الكتاب موحى به من الله ولم تاتي نبوه قط بمشيئه انسان انما تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس في شي صوت نازل من السماء البشر عبروا والديانات عبرت بمختلف طرقها انه في عندهم احتياج وبنابع الاحتياج عبروا عن هالفكر دعوه للاستناره وللتحرير للابديه وللخلود لكن نحن بالنسبه لنا الصوت كان دائما من برا الصندوق جاي والمخلص هو منو من الوسط انما الله نفسه جعل ثقب في داخل هالصندوق وحل في وسطنا وراينا مجده مجدا المسيحية منا فكر فلسفة وأساطير وخرافات مصنعة لكن هي الله اللي تجلى بسمائنا وفي أرضنا حل في وسطنا ومشان هيك بيقول له يشهد جميع الأنبياء هو منه فكرة هو حقيقة هو حقيقة هو موجود وهو وعده بأنه أنا مت رح ما اجتمعته أنا معكم بوسطكم هو حاضر الآن ولا يزال يعمل ويغير في هالايات اللي تنبا عنا اشعيا باليوم بالتحديد عن رساله الفادي في مجمع بالناصرة اللي راحوا منكم معي لابد انه دخلنا هالمجمع وقرانا هالنص في الناصرة بتلك المجمع وهذا مش مجمع كفر نحوم لا هذا بالناصرة نفسها في بيت هيك مثل بيزمنت بننزل وهيك غرفة يمكن قتلت هالكنيسة أو نصها واللي كان يعني حسب التقليد هناك يسوع وعظ بالمجمع وقرأ هالنص إجا من أول ما تنبأ هالكلمات تنبأ إشعيا بالإصح 61 والجميل بأنه هالجزء من سفر إشعيا نفسه بيحكينا عن هالرجاء وهالنور إشعيا هو نموذج للكتاب المقدس بأكمله في كم اصحاح 66 الكتاب المقدس كم سفر فيه بين العهد القديم والعهد الجديد 66 العهد القديم هو 39 اصحاح والعهد الجديد هو 27 اصحاح اذا بنضيف 39 على 27 شو بيصير معنا 66 الجزء الأول من إشعيا كان عم بيتحدث بالدينونة والانتقام لأجل العصيان لأجل الشر لأجل الخطيئة لأجل عدم وجود استقامة والجميع زاغ وفسد وكيف بأنه أيضا ما في عدالة اجتماعية وما في رحمة وشفقة لكن بدءا من الإصحاح أربعين اللي هو يمثل العهد الجديد نحن تركنا 39 اصحاح وبدءا من الاصحاح اصحاح أربعين من سفر الشعيا نرى الله يبتدئ ليعلن بالاصحاحات ال27 التاليه عن تعزيات لشعبه بالخلاص ومطلع الاصحاح 40 اللي هو كانك عم تقول انجيل متى الاصحاح الاول بيقول عزوا عز شعبي يقول الرب إله يقول الهكم طيب قلب لاورشليم ندوها بانه جهادها قد كمل اث اثمها قد رفع او قد عفي عنه وبعدين بيقول صوت صارخ بالبريه بيتنبا عن يوحنا اعد طريق الرب قوم هي كانت رساله يوحنا وبعدها بيدخل برساله يسوع لكراع يرعى قطيعه بذراعه يحمل الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات بالعدد 11 عن يسوع اللي قال انا هو الراعي الصالح وهيك بيكمل بسفر اشعيا من ضمن كلماته اللي مليئه بالامل ومليئه بالرجاء ومليئه بالتعزيات بيقول لها بالاصح 60 قوم استنيري لانه قد جاء نورك ومجد الرب قد اشرق عليك أما عليك يشرق الرب ومجده عليك يرى هيدا هو وعد الله مليء بالنور ومشان هيك بعيد الميلاد ندخل بفرحة جديدة وبعيد السنة الجديدة ندخل بفرحة جديدة وهي مسيرة فرح بإله التعزيات بإله الخبر السار والأخبار المفرحة اللي بتشبع قلب الإنسان بتسد عوزه بتملأ جوعه وكل احتياج بحياته واللي هي فعلاً ما يعوزه للبشر وللعالم اجمعين. ما في اسطوره بتشبع القلب ولا في شخصيه خرافيه ظهرت بالتاريخ وبالحقيقه قدرت تسكب نور لعالم مليء بالظلمه. وحده اللي وقف بين الجموع واعلن انا هو نور العالم. لكن ما كانت كلماته عباره عن فلسفه وفكر وادعاء باطل انما دعا برطيمه وفتح عينيه. والاعمى المولود من بطن امه في يوحنا تسعه ايضا فتح عينيه وجعل العمي يبصرون ولذلك كان له السلطان عندما يعلن بانه انا نور العالم بان يشرق بنوره بعيون العمي ليبرهن بانه بالحقيقه النور والحياه الابديه لما قال انا الحياه وانا خبز الحياه ما كانت مجرد كلمات انما اشبع الشياع واحيا موتى وهيك رجاء البشر بيتجدد بشخصية غير خرافية بشخص ظهر بالتاريخ سطع في سمائنا حل بوسطنا ولذلك مسيحي وغير مسيحي شاء أبا آمن أم لم يؤمن الكل ملزم بنقيس يقيس زمان حياته ويقيس التاريخ بأكمله بناء على شو؟ على شخص الرب يسوع قبل الميلاد وما بعد الميلاد دخوله لعالمنا قسم الزمان لأنه وحده سنتر موضوع الحياة وهو في مركز الحياة هو واهب الحياة مشان هيك ما حدا السعودية بكل كبرياء قد ما بدها تعمل في كل علاقاتها وكل ارتباطاتها قد ما تمسكت بالسنة الهجرية لما بدها تكون عم بتعيش الواقع ما بتقدر إلا أنه تعبر عن الزمن بالساعة والدقيقة والسنة والتاريخ اللي فيهم ولد يسوع لأنه له يشهد جميع الأنبياء ليس مخلص غيره ما في ليس بأحد غيره الخلاص هو رب الزمان في ملء الزمان حل بالعذراء بأحشاء إمنا مريم وسطع منا وأعطانا معنى لوجودنا فيه تقاس الحياة وفيه معنى لوجودك. فيه نحيا ونتحرك ونوجد. وبدونه الدنيا فاضيه، الدنيا فانيه، ما له شيء بالوجود ما في اي شيء يشبع قلب جائع. يسوع بيعبر برسالته انه الله مسحه اعطاه مسحه خاصه ليبشر المساكين. والمسكين الكلمة بالعبرية تفشت تشير إلى الفقير المعوز للناس اللي أفلسوا روحيا لأبشر المساكين طوبى للمساكين بالروح أي للفقراء بالروح poor in the spirit اللي يعلن عن نفس اللي أفلست إنه قد ما حولت إنه هالإله الساكن بالسماء أرضيه بناء على الناموس وعلى الوصية وبر ذاتي فرجيه أنه أنا مستحق الخلاص يقول لي أنه لا ما لك خلاص لأنك أنت وإن كان خطيئة وحدة قد فعلت فكيف أنه تقودك للهلاك لكن المتعب واللي أفلس وإجا يقول له يا رب ما في قوة في داخلي ما عندي أي شيء أنا إنسان مأفلس وبيرفع عيونه للرب هيداك هو اللي إجا يسوع يقول له أنت المأفلس أنا غناك أنا غناك وبيقول ايضا لاشفي منكسري القلوب يشفي منكسري القلوب القلب حزين في بشاره فرح وايضا لانادي للماسورين بالاطلاق للعمي بالبصر وارسل المنسحقين بالحريه كل العبارات تشير لتحرير فق قيود فتح عيون وهي رسالة رسالة روحية من بعد مجيء يسوع من ألفين سنة لهلا ما توقفت السجون عن أن تمتلئ بالمساجين والفقر لا يزال يسود على مناطق عديدة في العالم في كل العالم يوجد فقراء ولا يزال العالم أيضا مملوء بالمنسحقين ولا يزال يوجد عمي كثيرين لكن يسوع كانت رسالته وإن برهن على رسالته بشفاء الحقيقي وبشبعه الحقيقي للفقراء لكن كان الغاية غير روحية لما بيختم فيها بيقول لأكرز بسنة الرب المقبولة. هالشي مش رح نقدر نفهمه نحن مثل اليهود لأنه كانوا يعرفوا شو هي السنة المقبولة. السنة المقبولة سنة اليوبيل اللي هي السنة الخمسين اللي الله أمر فيها بسفر اللويين بالأصح خمسة وعشرين. بالعدد عشرة من لويين خمسة وعشرين بيقول تقدسون السنة الخمسين وتنادون بالعتق في الأرض لجميع سكانها. تكون لكم يوبيلا وترجعون كل إلى ملكه وتعودون كل إلى عشيرته ترجعون كل إلى ملكه بيقول إنها يبيل مقدسة تكون لكم من الحقل تأكلون غلتها تعطي الأرض مرها فتأكلون للشبع وتسكنون عليها آمنين كان من كل السنين كل خمسين سنة الله يعلن بأنه كل واحد عليه دين خلاص تسامح من ديونه كل واحد مطالب بشيء يعفى عنه كل إنسان كان عبد يطلق بالسنة الخمسين وكل أرض أنا خسرتها لأنه حطيتها رهن وافتقرت فاضطريت أنه بيع أرضي ورهنت الأرض اللي أنا فيها حتى أقدر أعيش بيقول بعد خمسين سنة صاحب الأرض لابد أنه يرجع لأرضه هي سنة يوبيل لكن بيسميها سنة المقبولة بالعبري اليوم طلعت الصبح على كلمة سنة المقبولة بيقول رسون باللغة العبرية والفعل مشتق من رصا رصاه بالعبري كتير قريب على العربي رضا يعني السنة المقبولة اللي هي السنة المرضية أمامه يعني اللي بيرضي قلب ربنا يشبع قلب ربنا يفرح قلب ربنا هو بأنه يمنحك التحرير أنه يسامحك على ديونك اللي بيرضي ربنا هو أن يعيد لك البصر ويكشف لك الحقيقة اللي يعيد البهجة لقلب ربنا انك انت المأسور بنير خطيئة يحررك وانت المريض يشفيك اللي بيرضي قلب ربنا أن يقول لك انت مغفورة لك خطاياك ومحك غيم خطايانا كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا فرحة قلبه لربنا هي إنك تكون حر مش عبد إنك تكون مسامح مش مديون ومدين إنك تكون مخلص غير هالك إنك تكون حي وغير ميت إنك تكون مفتح وغير أعمى إنك تكون ابن مش عبد للخطيئة قال يسوع عندما اعلن الحق لليهود قالوا نحن اولاد ابراهيم ولم نستعبد لاحد قط قال لهم يسوع بيوحنا من الحق الحق اقول لكم ان كل من يفعل الخطيئه هو عبد للخطيئه لكن ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرارا وقال في موضع اخر تعرفون الحق في نفس الاصح والحق يحرركم هالحريه مش نابعه من فكر انسان في ناس كتير بيقول هذا الحزب الكونسرفاتيف والحزب الليبرال وكتير ناس بيقول لك انه انا مفتح انا انسان محرر وياما احزاب تسمى بالاحرار وياما احزاب تلقب وتدعو بانه نحن عندنا فكر متحرر حضاره منفتحه فكر مستنير وحريه لكن صدقوني اكثرهم ادعاء هم, هم اكثرهم عبوديه للخطيئة اللي لم يقدروا ان يفكوا غلالها عن حياتهم عن قلوبهم لان من يفعل الخطيئة هو عبد لإلها لكن يسوع يعلن عن الحرية الحقيقية حيث روح الله هناك حرية لما الله بيملأك بروح القدوس بتعرف انه اثمك قد عفي عنه وبتعرف انك انت مش مدان اللي بيتعب النفوس عبر الازمان هو الضمير واليوم الناس بيبعدوا عنه هو انك تبكت الناس مشان هيك حتى احيانا الكنائس بت... البعض ممكن يمشوا بطريق ملتوي ولو عندهم الحق موجود بس بفتشوا فقط عن رفع الاحساس بالذنب واللي هو مهم لكن هو فقط حصرا للنفس تحررت بيسوع علماء النفس بيشهدوا بانك اذا انت قادر تنزع الاحساس من الذنب من الناس ما في اي نفس حزينه. الاحساس بالذنب الجلت سنس اوف هو مرضنا كلياتنا لانه الله جعل الحقيقة بحياتنا راح ضلني مذنب الى ان يبررني المسيح بدمه غفران الخطايا لكن ان حررني الابن فبالحقيقه اكون حر. نحن في يوم جديد من سنة جديدة خلاصة الكلام البحث عن الحرية موجودة بفكر الإنسان لأنه هي نابعة عن احتياج كائن في كياننا وفي طبيعتنا لكن الله أعلن عنا بالحقيقة بالوحي المقدس و له يشهد جميع الأنبياء ليسوع أنه وحده اللي الله مسحه يعني عينه يعني he hired him عطاه المنصب هالوظيفة هالأمانة بأنه وحده يجي ويدفع ثمن خطاياك ويمنحك الحرية وهي الحقيقة لتفرح قلب الله سنة الله المقبوله بيستعمل كل أكرز بسنة الله هي خبرية وبشرة عم بنشدنا الله فيها رح بختم هون وإن كان في تأملات أخرى بس مش الهم المهم أنه طول الكلام وتفسير زيادة مهم أنه الرسالة توصل لقلوبنا وإنت في مطلع السنة الجديدة بدك تسأل وتسألي نفسك شو اللي بيميزك بين البشر ان كنت بعدك عبد لم تحرر من الخطيئه ما في شي بميزك لكن ان كنت قد نلت الغفران بالمسيح هي من عقيده ولا هي عباره بنرددها وراء الكاهن او بصلوات معينه لكن هي اختبار حقيقي لاله يكتسح حياتي ويدخل لاعماقي ليجعل فاصلا ما بين ما هو قديم ومظلم وما بين هو جديد ومستنير ما بين الحياة البعيدة عن المسيح اللي فيها موت وخطيئة وأثام وعبودية وما بين الحياة الجديدة اللي فيها حياة وحرية وفيها فرح وسلام إذا كنت لهاللحظة ما اختبرت بعمق هالشي أو منك متأكد قل يا رب أنا محتاج ما يفوت العمر هباء وما بنعرف إذا سنت الجاي رح بتكون معنا وعم تسمع رسالة جديدة اضمن لنفسك الشيء اللي مش قادر العالم يقدم لك اياه بالانشورنس اللي ممكن تشتريه. اضمن لنفسك ضامن الحياه اللي وحده واهب الحياه يسوع واللي مكتوب قال يسوع لا تخف ايها القطيع الصغير لان اباكم سر ان يمنحكم الملكوت، يعني الله ما بيعطيك اياها بعدم رضا بل فرحه قلبه شهوه قلبه أنك تجي وأنت مأفلس وتقول له يا رب ما لي غيرك أنا خاطئ وأثيم أنا متعب وحزين أنا عبد حررني نورني خلصني يا يسوع تعبت ما في شيء درت حققه ويشبع قلبي الخاطئ إلا أنت يا ربي قل له تعال املأني وحررني وخليني اختبر هالتغيير وأعلن بشهادة حقيقية أن أكرز باسمك وأقول للجميع تصالحوا مع الله مع هالسنة الجديدة أخوتي بكل محبة أصلي أنه ما تكون عظة جديدة لمزيد من العظات اللي بتسمعوها عبر الأيام هي رسالة خلاصية بوجهها لكل مستمع شو موقفك من يسوع وهل قبلت عطيت يسوع هل حررك وحررك يسوع للي غيت الآن ما اختبروا واللي اختبروا رح نوقف جميعنا حتى ما يكون في عيون وتمييز بس بدنا نصلي صلاة وطلب الخلاص نوقف مع بعضنا في محضر الله القدوس واللي وعده أمين أنا معكم كل الأيام حتى انقضاء الدهر واللي لقب اسمه عمانوئيل عم تعبيرا عن حقيقة واللي الله معنا واللي قال ادعوني في زمن الضيق أنقذك فتمجدني، واللي قال قريب الله من الذين يدعونه، واللي قال اقتربوا إلي فأقترب منكم، واللي قال تعالوا إلي جميع المتعبين واستقيل الأحمال وأنا أريحكم. تعال إليه الآن. قل يا رب يسوع أشكرك من كل القلب. لأنك تعلم أعماقي. وفاحص قلبي ومختبرني. تعلم فسادي، خوفي، إثمي، طرقي ليست بعيدة عنك يا الله. عيناك تخترقان أستار الظلام، وكل الأشياء باديه وباينه أمام عينيك. أنت تعلم، تعلم أني خاطئ، وأنا أشعر بخطاياي، وهي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت والشرق قدام عينيك صنعت إلهي آتيك بتوبة في مطلع العام الجديد أطلب وجهك أطلب غفرانك أطلب خلاصك أطلب تحريرك أسلمك حياتي في كل شقائي وكل خطاياي استلمني واقبلني يا الله لأجل اسمك امح أسامي التي اقترفتها أمامك بإرادة وبغير إرادة بمعرفة وبغير معرفة أنا نادم يا الله سامحني من أجل اسمك وهبني أن أرى النور أختبر الحرية وأمتلئ بالحياة من كل قلبي أدعوك يا يسوع الحبيب هبني أن أستريح فيك أمين يمين ربنا تمتد بالغفران تمنح الحرية والخلاص والشفاء لكل نفس صلت معي بكل ندامة من كل القلب يمنح الرب الغفران ويثبت المؤمنين بدرب الخلاص ويجعلكم مثمرين بالمسيح يسوع أمين